السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داخل أدور على معلومة في الويكيبيديا، فلقيت الصفحة ديت تضمنا حق الشعب الفلسطيني لا للإبادة الجماعية في غزة، لا لقتل المدنيين، لا لاستهداف المستشفيات والمدارس، لا للتضليل والكيل بالمكيالين، وقوف الحرب وانشروا السلام العادل والشامل. بداية إغلاق ويكيبيديا العربية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وستكون النهاية بعد 2:05. موقف محترم جدا من ويكيبيديا المصادر الحرة، وهم غيروا الشكل مغلقة في 23 ديسمبر كانون الأول لمدة 24 ساعة. أتوقع الموضوع ده مش هيكون في الويكيبيديا العالمية، لكنهم طبعا يعني في تنسيق أو في اتفاق أو في تفاهم للموضوع. فخليني أجي كده ونشوف الويكيبيديا الأصلية شغال عادي، لكن العربية خدت موقف محترم وهتقفل لمدة 24 ساعة. دي أقل حاجة ممكن تتعمل من أجل نشر القضية ومن أجل التوعية بالقضية الفلسطينية.